برئاسة سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي ومشاركة السيد ممدوح الصالح عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي، يعقد البرلمان العربي جلساته لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وذلك خلال الفترة بين 11 إلى 16 من شهر أكتوبر الجاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي. مساء الخير سيد ممدوح، أهلا بك في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. لو تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين بشكل موسع عن مجريات مشاركة وفد مجلس النواب في اجتماعات البرلمان العربي. بداية أود أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من فصل التشريع الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والذي أكد في جلالته على أهمية مواصلة تحقيق مزيد من المنجزات والمكاسب الوطنية ضمن مسيرة النهضة الشاملة، والتأكيد حقيقة على أن مملكة البحرين تسير بفضل قيادتها الرشيدة وحكومتها الكريمة التي قادها بكل كفاءة واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في سبيل تحقيق النهضة الشاملة. وبخصوص اجتماعاتنا اليوم في القاهرة بالبرلمان العربي، استهلت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان العربي أولى اجتماعاتها اليوم، وقامت باعتماد خطة عملها لدور الانعقاد الجديد، كما واستعرضت اللجنة مستجدات عملها في إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، وتابعت مستجدات العمل في إعداد مشروع الاتفاقية العربية المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري في إطار جامعة الدول العربية. وقمت باستعراض تجربة مملكة البحرين وما قدمته من تشريعات وقوانين ضمن كرامة المرأة البحرينية، وكذلك استعرضت نجاح تجربة مملكة البحرين في مواجهة الجائحة وتعافيها الأولى عربيا ولله الحمد، كما قدمت يعني مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي نموذجا متميزا عبر جهودها المتنوعة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد. نعم، من القاهرة سعادة النائب ممدوح الصالح عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.